بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، ورحب بكم أجمل الترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة، انطلاقة الشوط الخامس لفئة اللقاية البكار. الانتاج ينطلق من مسافة 4 كيلومترات، نتابع هذه الأعداد والشعارات المميزة تشارك في هذه المنافسة باندفاعة وانطلاقة هذه الأسماء الجميلة التي تشارك في هذا التحدي. نتابع المنافسة، نبدأ مع البداية مباشرة بشعار عسيلة المنطلق مع البداية، المتواجد في صدارة هذا الشوط مع الدانا راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يقدم لنا هذه النوعيات الفريدة التي تنطلق مباشرة مع البداية. بينما المركز الثاني يتابع القادم والحاضرة هنا الجزيرة لحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل، يتقدم بهذه الاندفاع مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث هنا السردة لسالم بن علي بن سالم الجربوع المري، يشارك في هذا التحدي باندفاعة السردة على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القادمة والمتواجدة في هذا التحدي باندفاعة وانطلاقة هذه الشعارات، تتواجد بيضة التلقاع هنا باندفاعة عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي. بيض القاع باندفاعة المركز الرابع تشارك بشعار عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع الاسماء والشعارات المتواجدة في هذا التحدي والمنطلقة في هذه المنافسة المميزة على ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع المركز الخامس القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير بهذه المنافسة المميزة مع هذه الشعارات الجميلة. نتابع شعار بن نايف الحاضر والمتواجد في هذا التحدي وبهذه الانطلاقات المميزة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تسيطر على دائرة النداء والإذاعة، التي تنطلق في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل، في هذه المنافسة المميزة في هذا العالم الساحر. نتابع ونستمتع بأشواط الإنتاج والمنتجين مع أشواط اللقاية مع هذه الشعارات الجميلة التي تتواجد في موقع واحد من أجل التحدي والمنافسة. ولكن القيادة والريادة مع شعار بن جبر الذي ينطلق مع المركز الأول، الدانا على الصدارة، ما زالت في القيادة، ما زالت في الريادة. راشد بن ناصر الجبر النعيمي ينطلق مع البداية باندفاعة الدانا، بينما هنا شعار بن نايفة الشعار التاريخي وشعار بن ترحيب قادمين في هذا التحدي، حاضرين في هذه المنافسة المميزة. نتابع التحدي ونتابع هذا الانطلاق الجميل باندفاعة كيف لعبد الله بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة هنا والعنود لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن جهويل يتواجد في هذا المسار مع انطلاقة وتحديات هذا الشعار الجميل الذي يشارك باحثا عن نقطة ثانية في هذا الشوط المميز باندفاعة هذه الشعارات مع الجزيرة لحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري. والمركز الخامس شعار القمرة حاضر ومتواجد في هذا التحدي مع مصادر لصالح بن حمد، القمرة مع مصادر تأتي في المرتبة الخامسة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي تنطلق وتسيطر على دائرة الصراع والنساء، ولكن الجزيرة تتسلل مباشرة إلى الصدارة بقيادة حمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري، باحث عن الإنجاز الثاني على التوالي في هذا التحدي في هذا الصباح المميز مع هذا الشعار الذي ينطلق وينفرد مع المقدم. بينما هنا عادت الدانة إلى التحدي، عادت إلى المنافسة بقيادة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، تحرك مع هذه اللحظات، تحرك في هذه المنافسة، وصل في هذا التحدي. الدانة والجزيرة ولكن مصادر على المركز الثالث بقيادة صالح بن حمد، القمرة هنا يتواجد في هذا الانطلاق، ولكن الله الجزيرة والدانة بن جهويل وبن جبر النعيمي في معركة طاحنة من أجل الناموس، من أجل انتصار الدانة
الجزيرة، الدانا والجزيرة، من يحالفهم الحظ بانتزاع النقطة الثانية؟ بن جبر النعيمي ولكن بن جهويل، بن جهويل هو الأقرب لانتزاع الناموس، هو الأقرب لانتصار الجزيرة مع المقدمة، الدانا على المركز الثاني، بن جهويل على الصدارة، النعيمي على المركز الثاني، ولكن الجزيرة والنقطة الثانية برصيد هذا الشعار. تهانينا لحمد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري على فوز الجزيرة وتحقيقا للإنجاز المركز الثاني، الدان لراشد بن ناصر بن راشد، بن جبر النعيم المركز الثالث، مصادر لصالح بن حمد القمرة المركز الرابع. المركز الرابع وصلت خيرة لسعيد بن عبد الله بن مستر مخضوبية المري. المركز الخامس، المركز الخامس هواي لسالة بن محمد بن بخيت البحيح المري. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي باندفاعات هذه الشعارات الجميلة التي وصلت في هذا التحدي وجاءت من أجل الظفر بالنواميس. الجزيرة بشعار بن جهويل تنتزع وتحقق الإنجاز، 6 دقائق 3 ثواني 89 جزءا من الثانية. ناموس لحمد بن سالم بن مبارك، بن جهويل المري على هذا الانتصار والنقطة الثانية على التوالي. بينما المركز الثاني الدانا 6 دقائق 4 ثواني 65 جزءا من الثانية. ناموس لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على فوز الدانا في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت مصادر في المركز الثالث، تهيئ ناموس لصالح بن حمد القمرة، 6 دقائق 9 ثواني 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع